بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحصة اللي فاتت يا شباب تحدثنا عن أهم شيء كان هو أنواع الرسومات، وكان في عندي نوعين من أنواع الرسومات. في عندي اللي هي الرسومات المبنية على المسح، وقلت لك المسح الراستر اللي هي النقطية، وبتمشي بكسل 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 بكسل. شايف اللي بغيب يا قديش روح عليه معلومات، وكانت من أهم الحصص اللي فاتت لأنه هذا راح تفهمك. وأخذنا رسوم مستندة إلى الخطوط المتجهة، وقلنا يا سيد عزيز إنه أحسنت إنه هاي معادلات رياضية بقوم من خلالها باستنتاج البكسلز اللي موجودة على هذا الشكل أو على هذا نعم على الشكل الهندسي. والميزة الكبيرة اللي بينهم إنه بالنسبة للحجم فالرسومات النقطية كبيرة الحجم جدا، بينما المستندة المتجهة الفيكتور جراف غير كبيرة، وإنما فقط يكفيك تأخذ بعض المعلومات عن الشكل، يعني الدائرة شو بهمني ونقطة المركز بس، هو لحاله راح يجي لك ويرسم لك الدائرة كاملة. وبالتالي أحسنت، مش شرط أحتفظ ببكسلات الدائرة، بينما لو كنت أرسم الدائرة نقطيا بدي أخذ لكل بكسل إحداثيات وعمق اللون، بينما هنا بالفيكتور بكفي ياخذ المركز وياخذ نصف القطر وياخذ عمق اللون بس. وبالتالي بتجد انه الشكل الدائره اللي ممكن تكون هاي الدائره مثلا تاخذ في النقطي 2000-3 بكسل حسب الدقه، تجدها ما بتاخذ غير 3-4 معلومات في اللي هو الفيكتور. والميز الاهم من ذلك اذا الحجم كانت النقطيه اكبر، رسوم المتجه المستنده الى الخطوط المتجهه بتكون قليله. الأهم من ذلك أنه مهما تعمل سكيلينج التكبير أو تصغير لا يتم تشويه الصورة، هذا الحكي يحصل في الخطوط أو الفيكتور في الرسوم المستندة إلى الفيكتور أو إلى المتجهة. فبينما عندك النقطية لازم مهما كانت دقتها إلا بعد فترة يحصل إيش بيكسلايزيشن. وأخذنا هنا إيش، أخذنا هنا الميزات. طبعا دائما الملفات اللي هي الاس في جي والاي بي اس والاي اي هاي للخطوط المتجهه، فاي ملف امتداده اي اي مش اي اي ذكاء اصطناعي معناها ارتفيشال انتليجنس، ذكاء معناها ادوبي الستريتور. والاس في الاس في جي اللي هي سكيلبل فيكتور جراف جراف فيكتور جراف هذا اللي بتذكره، والاي بي اس في اس اللي هي فوتوشوب، والاي اللي هي انكابسوليتد لا باور سكريبت باور سكريبت اسف ذكرها بس الاي اللي هي انكابسوليتد باور سكريبت. هاي كلها امتدادات خاصه بالمتجه، وراح تجدها بكثره هاي لبرامج التصميم وطبعا بالاضافه لبرنامج الستريتر ادوبي اللي يعتبر الاشهر، اما برامج التصميم زي اللي هي الاوتوكاد او غيره. طيب حكينا عن النشاط، هلا خصائص الرسومات والرسوم المتحركه. أهم شيء من خصائص الرسومات اللي هي الدقة، وحكينا عنها الدقة وما فيش داعي نكثر في الدقة. الدقة اللي هي إيش؟ جودة. أيوة جودة. نعم أنت الآن عندك عنصر مثلا زي خلينا نقول خشبة، الخشبة هاي تعامل لو كانت مربعة تعامل وحدة واحدة، بمعنى أنت بدك تنقلها بدك تغير لون الخشبة كاملة وحدة واحدة. لو كسرت الخشبة لمربعات صغيرة جدا أصبحت هذه المربعات الصغيرة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن أجزاء مكونة لهذه الخشبة ككل، لكن أنا لما فصلتها أصبح في إمكانية للتعديل على جزء من هذه الخشبة اللي كانت كاملة بدون الضرر بالآخرين، يعني كل مربع أصبح إيش مستقل بذاته. فتخيل لو أني أنا لونت هذه المربعات بلون معين ومربعات أخرى بلون تاني، فبهيك أنا شو صار عندي؟ صار عندي في رسومات في شيء ممكن استخدمه او اطبعه على اللي هو ايش هذه اللوح على لوح الخشبه بالتقسيم. هذه هي البكسل. الان لو فرضنا كل بكسل او كل مربع صغير برضو قسمته لمربعات اصغر ورسمت دائره، فراح تجد كل ما تقسم 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 كل ما دقه الدائره ونعم راح تزيد، دقه الدائره راح تزيد كل ما زدت عدد البكسلز راح تزيد. طيب على العموم في عندي نقطتين مهمات. في عندي شيء يا شباب يتم استخدامه، في عندي نقطتين طريقتين مرتبطين بمصطلح الدقة، إما بعطيك الدقة في الطول في العرض أو بعطيك إياها بوحدة الدي بي آي أو البي بي آي.
يعني كيف؟ يعني بقول لك قد يحتوي الرسم الذي يبلغ عرضه 100280 بكسل وارتفاعه 960، كم اضربهم بالآلة الحاسبة كم بيطلعوا؟ حاطط لك الرقم كم بيطلعوا؟ 1280 ضرب 960 كم بيطلعوا؟ 1,228,800 بكسل. مرات بتروح بقول لك شو هذا الريزوليوشن؟ تتذكروا بقول لك الريزوليوشن هذا زي الشاشه، شو بيعطيك الدقه؟ شو بيعطيك الدقه هون؟ اعطاني اياها هيك 1920 في 1080. هلا هون اعطاني الارتفاع او الطول والعرض، ماشي يا شباب؟ هلا انا زلمه ترك لي انا احسب ايش عدد البكسلز، اضربهم بطلع لك عدد البكسلز. احسنت. طيب لو قال لك قد يحتوي، طيب في عندي مصطلح ثاني للتعبير، طلب مصطلح ثاني، شو لك يستخدم مصطلح ثاني للتعبير عن وحدات بكسل في منطقه معينه، يظهر غالبا في ايش بكسل لكل صوره. في بعض الاجهزه خصيصا الكاميرات بعطيك ايش؟ بعطيك الوحده بي بي اي اللي هي ايش بكسل بير انش، للانش المربع كم عدد البكسل للانش المربع، وحتى في الشاشات ولك عدد البكسل للانش المربع، او دي بي اي اللي هي دوت بير انش، يا اما نقطه يا اما بكسل، دوت بير انش او بكسل بير انش لكل انش. والانش انتوا عارفين قديش الانش؟ قديش الانش؟ 2 الانش ايش؟ ايوه الانش بيطلع عندك 2.5 تقريبا سنتيمتر. فلما يقول لك نعم، فلما يقول لك مثلا الشاشه هاي مثلا خلينا نقول 2000 او 4000 دي بي اي، خلاص انت بتعرف انه الشاشه هاي شاشتك اللي شريتها هاي بالبيت عندك شاشه التلفزيون، كل بوصه فيها كم بكسل؟ كل بوصه 2.5 × 2.5 هاي هي البوصه، كم عدد البكسلز؟ 4000 او 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 او، يعني هون ما بعطيك الطول بالعرض، بعطيك عدد البكسل في الانش. واضح كامل. هلا انت لما تستخدم الكاميرات متعارف عليه الكاميرات ايش؟ بالميجا صح؟ بقول لك كم هاي الكاميرا، بقول لك كم ميجا بكسل. مثلا 2 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل، طب الميجا بكسل قديش؟ الميجا بكسل اعطاك هون مثلا قال لك هون 300,000 بكسل، بعطي 3 × 10 ميجا بكسل، يعني تستنتج انه كل واحد ميجا بكسل 1,000,000 بكسل، يعني هون عندك كم؟ هون عندك 2,000,000 يعني 2 ميجا بكسل، وهون عندك ايش 7.2 × 10 يعني 72 ايش 7,200,000 بكسل، وهون عندك 8 وهكذا. خلصنا خلصنا. اذا اما بعطيك الطول والعرض، خطوط الطول وخطوط العرض بتستنتج انت عدد البكسلز، يا اما بعطيك اللي هو الدي بي اي او عدد البكسل جاهزات لكل انش. واضح؟ طيب في هذا عنده سؤال؟ طبعا الدي بي اي هاي موجوده كمان لمين؟ مين يقول لي ايش اجهزه اخرى تعتمد على البكسل؟ ايوه الماوس، الماوس تبع الجيمنج حبيبي مش زي هذا، هذا رخيص، هذا 1200 بكسل. في عندك كان 800 بكسل قديمات ابو نص ليره وليره ونص، انت بتكون مبسوط على حالك اني والله شفت ماوس بليره ونص، يا عمي ليره ونص بس مواصفاته سيئه، ما بتنفع تستخدمه لمين؟ لا للرسومات. الجيمنج شيء عادي ممكن حتى تستخدم العادي، بس انت الرسومات اللي برسم بالماوس على لازم يكون دقه الماوس عاليه. طبعا طبعا الماوس جيمنج اكيد اكيد بوفر دي بي اي عالي اكيد. احسنت. بس انا قصدي الالعاب معظمها اللي عندنا ما فيها الدقه الا بس بالطخطخه يعني، اما البقيه بتعمل كليك على زر على زر او كذا لو 800 بمشي. اما اللي بتحكي عنه انت لما تيجي بدك تطخ على واحد بالماوس، فهون طبعا الدي بي اي بتفرق معك. طبعا طبعا الان يا شباب الدقة فهمناها، على الرغم من أن الطريقتين تشير إلى مناطق القياس مختلفة، إنها كلام يخبر
يخبرنا عن جودة الصورة. في النهاية أنا بعرف طبعا إيش يعني جهاز برضو الطابعات. الطابعة ليش تشتريها بعشرين ليرة وهذيك بأربعمائة ليرة؟ لأنه دقتها عالية، والدقة العالية معناها جودة الصورة بتكون أوضح. عشان هيك لما فلما تيجي على الطابعات اعرف ليش غالي، وعشان هيك اعرف طابعات او الطابعات الكبيرة البنرات تعرف البنر. نعم الالواح المعلقة هاي، فهاي البنرات بكونها ستاند وتتعلق ولكن تطبع. هذه الماكينة الطباعة وآلة الطباعة الريزولوشن تبعها بكون عالي عشان هيك تكون غالية، ممكن نوصل سعرها لثلاثة اربعة الاف. زميلكم بسأل سؤال بقول أنا بدي أعمل غارمة مثلا لدكاني ولا لسوبر ماركت ولا كذا. التصميم الغارمة يا شباب هذا بتم ببرنامج بسيط الفوتوشوب. الفوتوشوب هذا بيسمح لك تدخل صور مع صور. مثلا أنت زلمة جايب لي مفاتح مطعم صح؟ هلا بدك تجيب صورة صحن الحمص وتدخل عليها صورة الفلافل، وبعدين تدخل عليها طبق السلطة، وتدخلها بخلفية ايش؟ خلفية مثلا بنية على اعتبار انهم كلهم درجات البني. حلو؟ وممكن تحط له صوت الزلمة، هلا صار هلا عندنا دعايات صاير الزلمة العريس يحط له صوت، ومش فاهم شو يعني، مش فاهم يعني بالشارع بالحال ليش نعرف انه هذا عريس؟ يعني انا مش فاهم شو القصة. على العموم كل هذا الهبل كله بلا مؤاخذة يعني اهتمامات ما لها اي هدف سوى اظهار النفس. احسنت، لكن انت النقطة المهمة اللي سألتني ما جاوبتك عليها لحد الان هو انك انت بتصممها على الفوتوشوب، لكن بدك تعمل حسابك وانت بتصممها على الفوتوشوب لانه هذا تنطبع على حجم كبير ولا صغير؟ كبير. اذا حطيت الدقه تبعت الصوره تبعتك ضعيفه احسن لما يجي يطبعها الزلمه راح تطلع الزلمه شكله راح يكون مش مبين. عشان هيك قدامك حل من اثنين، اذا جهازك قوي بتقدر تصمم عليه، اما اذا جهازك ضعيف ورحت قلت له بدي ريزوليوشن عالي 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 بصير الفوتوشوب ما يستحمل ولا الجواب. عشان هيك بقول لك يا اخي الكريم راح تصمم في القاعة او في البيت عندك صورة حلوة وراح تعجبك، بس لما تقولي بدي اطبعها على الطابعة بدها تكبر، لما بدها تكبر بدها تتشوه في بيتك. فقول له زي الان اذا عرفت شو مصيبتك الان يا سلامة، انك لما تصمم على الفوتوشوب إذا جهازك مواصفاته ضعيفة فما رح ينفع تبيع أو تعطي هذا التصميم لمين؟ لشركات الإعلان عشان تطبعها، رح تعمل بيكسلايزيشن. أحسنت. هلأ أنت تستمشي على جوجل بالنصائح، قل لهم أنا زلمة بدي أعمل تصميم لوحة بانر على الفوتوشوب أو على كذا، بدك تعطيها أعراض عرض اللوحة. احسنت، بيعطيك كم بكسل؟ فهمت؟ يعني انا مثلا بدي اطبع لوحه من هون لهون مثلا 4 متر مثلا لمول في 2 متر، فانا ما بعرف البكسل احطها قديش، فانا بسال جوجل. في عندك ناس اهل خبره بقول لك حط هاي عشان توصل لهذا. اما اذا حطيت ليها تصميم 2000 او 4000 بكسل وتيجي تكبرها على 4 متر في 2 بيطلع بكسلايزيشن. احسنت. الفوتوشوب هلا من ضمن الخيارات انك ما في بتحدد له الابعاد، هو بحط لك الديفولت اللي هي البكسلز بس بامكانك تزيدها. واضح؟ اما اقول له مثلا 4 متر في 5 متر بقول لك كل انش البكسل تبعته 300 او 400 او 1000. دير بالك بدك تزيدهم بزيدهم، بس انت دائما في الدقه اسال مين؟ جوجل. حتى ركز معاي في الصور اللي بتصممها للويب، مش تاخذ لي راحتك تفرد لي عضلاتك وتقعد تحط لي الريزوليوشن من عندك، لا اسال جوجل لانه بنصحك به. ففي عندنا معايير عالميه للي بده يعمل الصوره بالصفحه بده ينشرها على صفحته، عشان ما تكون صفحته مالها حجمها كبير وثقيله على الجهاز. الابعاد، اذا في ترابط بين الابعاد والدقه ولا لا؟ في ترابط. واضح؟ احسنت. يا يعني عامل انا دقه صوره على 20 سنتي في 10 سنتي، لما تيجي بدك تحولها وتطبعها على مترين في متر راح تتشوه. يشير مصطلح الابعاد الدايمنشنز الى قياسات العرض والارتفاع للصوره، عرض وطول او ارتفاع.
وعادة عند العمل مع الرسومات تتم الإشارة إلى الأبعاد بالبكسل. إحنا عادة لما ننشر الأبعاد ونتحدث، حكينا قبل شوي فوق شو بنحط كذا في كذا، بس إحنا هون الأبعاد بدنا نأخذها بالمقياس، وحدات القياس. ما فهمتوش؟ أعيد. يعني أنت رجال لما تقول لي عندك مثلا هاي الصورة هي 1280 بكسل في إيش 960 بكسل، هل أنا ذكرت لك كم سنتي؟ هل أنا لما أجيت هنا وقلت لك أنا عند الديسبلاي سيتينجز قلت له ريزوليوشن، هل ذكر لي قديش تصير الصورة؟ لا. أبعادها؟ لا. واضح؟ كبرت، شايف هاي بطت. فأنت هنا قصده هيك. إحنا عادة لما بنعطي بنعطي، بس إحنا لا، إحنا قصدنا بالأبعاد هي الأبعاد مين؟ الأبعاد، ومع ذلك رح نوصفها من حيث الأبعاد المادية. المادية يعني وحدات القياس، سنتيمتر، متر، إنش. يعني بتقول لي أنا زلمة بدي أصمم لوحة بالفوتوشوب، ممكن أعطيه بالبكسلز كذا في كذا، أو أعطيه بالأبعاد بالسنتيمتر، أقول له لا بدي إياه بالسنتيمتر. لما نأخذ إن شاء الله بإذن الله تعالى الفوت على الفوتوشوب راح نشرح هذا الشيء. طبعا يا شباب مطلوب من الآن شباب خلصنا، فإذا الأبعاد مرتبطة بالدقة. في شيء ثاني أيضا ركز معي، إذا الدقة بتأثر بجودة الصورة، بتأثر بالحجم، الأبعاد بتأثر بالصورة بالحجم، جودة الصورة كل ما زادت الأبعاد كل ما لازم تزيد الدقة، إذا ما زادت الدقة بتأثر إيش الصورة، جودة الصورة سيأثر حجم المنتج المستهدف بشكل كبير على أبعاد الصورة التي تختارها. يعني أنت رجال هنا حجم المنتج، حجم الملف، على الرغم من إمكاني راح يأثر بالنسبة إيش تأثر بأبعادها، يعني راح يكون حجم الملف لما يكون عندك الصورة مثلاً 2 متر في 1 متر مش زي ما تكون مثلاً 10 سنتي في 20 سنتي. على الرغم من إمكاني تغيير حجم الصور، وبينما ستختلف أحجام الشاشة عبر الأجهزة المستهدفة أيضاً، وقلنا يا سيدي لما تغير الدقة تبعت الشاشة شو بصير؟ تظهر تكبر حسب الدقة اللي أنت بتغير فيها. فمن المنطقي التأكد من أبعاد الصورة مناسبة للمساحة المقصودة التي سيتم استخدامها فيها. بمعنى أنا لما أغير الريزوليوشن بدها تظهر، لو نزلت الريزوليوشن بدها تظهر شوي. هلا هاي ما تظهر، أنا عندي شاشة، الشاشة راح تجد إنه صار في عندي أسود على اليمين وعلى اليسار، لأن غيرت الدقة، الدقة هاي مش مناسبة لأبعاد الشاشة. وصلت معكم ولا لا؟ يعني أنت بشاشة التلفزيون لما تقول الأسبكت ريشو، بدناش نوع الدقة، الأسبكت ريشو اللي هو 16:9 أو من 3:4 أو مش عارف كذا لكذا، مش كده يجي يعمل لك الأسبكت ريشو اللي معدل الطول بالنسبة للعرض أو طول للعرض، قديش معدل هذا بسموه الأسبكت ريشو، معدل اللي هو الميلان أو اللي هو معدل انسو موضوع نسيته. الأسبكت ريشو، ما بدي شاشات التلفاز. هلا انت هون الريزولوشن لما تزيده او تنقصه، الشاشه اللابتوب او شاشه الكمبيوتر او شاشه التلفزيون او شاشه الموبايل بتتاثر، شاشه الموبايل بتتاثر. شو معناها؟ يعني بتقل حجمها مش جودتها، حجم بقل، يعني بصير عندك هون على الاطراف مثلا فراغات. طبعا هذا بالموبايل مستبعد، لانه هم ما بيحاولوا يخلوك تعبى ثمين في الدقه، في اعدادات الدقه في الشاشه الموبايل ما بيحاولوا يخلوك تعبى فيها لسبب بسيط، لانه انت اذا عملتها بدك تنقصها مش تزيدها، لانه هي باي ديفولت مستخدم اعلى دقه بوفرها. فانت بدك تنقص، اذا بتنقص بتشوه مين؟ بتشوه كل الصور اللي بتعرض على هيك. لا، ما هو مصمم المعالج لهذه الدقه، المعالج ما باعك اياه، ليش ما تركك مجال تعبى في الدقه؟ لانه هو مصمم لها، لا بتزيد ولا بتنقص، بتنقص بتشوه. وشو الموبايل الايقونه صارت هالقد كبرها لما نقصت، طب الايقونات الثانيه وين راحت؟ اختفت. فحجم شاشه الموبايل يتناسب مع مين؟ مع الدقه اللي هي من اجلها صمم او صممت من اجل هذا الموبايل. طيب مثلا تتميز شاشة الذكي بحجم 5.5 بوصة انش، يعني الابعاد 720 ب1280 بكسل. فهاي الصور لازم تكون بحجم يلائم هذه المساحة. طبعا هذه الابعاد اللي 720 ب1280 بكسل، اي صور بدك تعرضها بدك تكون مناسبة لهذه الابعاد. يعني هذول فرضنا انه 720 بكسل، فرضنا انها بتعطي 5 سنتي. واضح؟ وهذه طول 1200 بتعطي مثلا 10 سنتي. فالصور كلها لازم لما تعرض تناسب ال 5.5 بوصة، اللي هي 7.5 سنتي في 10 سنتي مثلا، برضو مثال. واضح؟ لا مش بتبكسل، اذا ما ناسبت وعبثت في الدقه بصير يبقى بتزيد، بصير بدل 5 سنتي بصير 7 سنتي، وبالتالي 2 سنتي مخفيات في الشاشه ما بتشوفهم وسعت. يا اما بتقل وبصير في فراغات اسود على الشاشه عشان لا تعبث، ما في مجال تعبث في الدقه. احسنت، يا اما بتمطط يا اما في شيء بيختفي يا اما شيء بيظهر. نوع ملف الرسومات، وهذا طبعا دير بالك لما كنا نتحدث احنا عن الابعاد بتاثر على الريزولوشن، على الدقه وعلى جوده الصوره بتاثر على الحجم. نوع ملف الرسومات، نوع الملف وهذا مهم جدا بياثر ايضا على الحجم، لانه عندنا الامتداد، تعرف الامتداد زي امتداد جي بي جي او جي بي اي جي او جيف او بي ان جي، هذول بالنسبه لنوع الرسومات النقطيه، انواع الرسومات النقطيه هاي
امتدادات بس تشير الى نوع الملف. بمعنى انا لما اقول له جي بي جي ويجي برنامج البرامج ينشئ له صوره ويحولها لك جي بي جي بضغطها. هي نقطيه كلهم نقطيات هذول، هذول كلهم نقطيات. اما اللي تحت هم الاس بي جي هذول احفظهم، الاي بي اس والاي اي هذول كلهم متجهات. هذول برضه ما في عندهم مشكله، هذا ما في جنجال. هذا ما في جنجال. هذول الثلاثة الامتدادات أي ملف صورة امتداده جي بي إي جي أو جي بي جي أو جيف أو بي إن جي هذول النقطيات. أما اللي أنت بتصمم على الأوتوكاد تصميم أو اللي هي المتجهة الصورة المتجهة امتدادهم إس بي جي سكيلبل فيكتور جراف أو إي اللي هي إنكابسوليتد بوست سكريبت. هذول شو اسمه؟ هذول لا المتجهة. هلا المتجهة ما في عندنا مشكلة في الريزوليوشن، ما عندي مشكلة في الدقة، ما عندي مشكلة في الرسم، ما عندي مشكلة مهما عملت زوم ما بضغط على المعالج. الضغط عندي بالصوره النقطيه. هلا انت كل امتداد من الامتدادات يشير الى نوع ضغط، لانه الصوره لو بدك تاخذ بكسل 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 زي البيت ماب حجمها بكون كبير. يعني لو اصور واحد فيكم بكاميرا مثلا خلينا نقول 16 ميجا بكسل حجمها بكون كبير. تقييمي حسب الالوان وحسب وحسب يعني ما هي الكاميرا مش بس ريزولوشن برضه دقه الالوان او درجات الالوان، كل ما زادت كل ما زاد حجم الصوره. لانه هاي الدقه كانت مثلا 16 بت، لما في عندك كاميرات بتوفر لحد 24 بت للون، فكل بكسل بدي نحجز لها 24 بت لمين لدرجه اللون. فما بالك لو كانت بتدعم 64 بت الوان، يعني هو 64. فما بالك لو كانت الكاميرات اليوم ادنى كاميرات لحد 128 بت الوان، يعني 2 قوه 128 احسب لي هذا عدد الالوان اللي بتدعمهم، الاصفر ودرجاته، الاحمر ودرجاته، الاخضر ودرجاته، الازرق ودرجاته، البنفسجي ودرجاته. لا كل الالوان اللي بتدعمها اذا بتحسبها 2 قوه 128، اما كل لون داخل 128 ده ايش؟ درجات. يعني الاصفر الفاتح مع الاحمر الفاتح شو بيطلع؟ الاصفر الفاتح مع الاحمر الغامق شو بيطلع؟ طبعا انت بكون عندك درجات للاحمر اكثر. كل ما كان عدد الالوان اللي بتدعمها الكاميرا اكثر وعدد الشاشه الالوان اللي بتدعمها عدد الشاشه اكثر، كل ما كانت الالوان درجاتها اكثر، وبالتالي تستطيع تنعكس صورتك بلونك الطبيعي على الكاميرا. وقلت لك مستحيل الكاميرا تجيب لك لونك الحقيقي اللي رب سبحانه وتعالى جعلنا ندركه بالبصر. فهمتني؟ لانه شافك لون حقيقي. لما كان زمان الله يرحمه ايام 256 لون، تخيل اللي عنده ويندوز 98 يجيب صوره ويحط صورته في الويندوز 98، هاي عندي اعجاز بالتفاصيل، راح يجد انه الصوره يا اما غمقت الالوان يا اما فتحت، راح تجدها مشوهه. اما لما كبت الشاشه صار يدعم 8 16 بت لا في الوان غامقه افتح بس اخف. لما اليوم 128 تجد كانك انت قاعد بتطلع عليك بلونك الطبيعي، وهذا الحكي مش صحيح 100%. يعني مستحيل انا الله سبحانه وتعالى يصل خلق الانسان او بلش خلق الانسان صنع الانسان الى خلق الله، مستحيل. فانت تدرك، عشان هيك دائما لما تسمع شيء زي هيك مش تكتب يا مهند، شو بتقول؟ الحمد لله على نعمه البصر. انا ما مر علي شباب، انا معلوماتي تعرفوا انا مدرس ايش؟ اي تي، يعني بدي اخذ زي النحله، باخذ من الشبكات، باخذ من البرمجه، باخذ. فصعب اني اتابع الا اذا كان في مجال عملي اهتمام. يعني انا بشتغل في تصوير، في مجال تصوير، بهتم شو الجديد اللي نزل، ماشي؟ او بشتغل في مجال الطباعه، بهتم شو طبيعاته وميزاتها، اما انا ما بقدر الحق. فانت هذا بحث، وديروا بالكم بيرسون او بيرسون وليس بيرسون، بيرسون بيرسون يا شباب تركيزها المهم على انه انت ما راح تقدر، هذا هو هدفهم، هذا فكرهم. مستحيل بقول لك انت في العصر الحالي يكون عندك عقل تجمع فيه كثير من المعلومات، لكن انت اليوم في عندك ميزه، هاي هي اللي بدها اياها بيرسون، انك انت تبحث. بقول لك انا لو اطلع الطالب يبحث، وانا هذا الكلام برضه حكيناه قبل بيرسون، انه الطالب اللي نشجعه على البحث هذا راح يكون متميز. لانه مستحيل اجي لباسل اليوم حكى معلومه ارجع له بعد 10 سنين او اشتغل في مجال ثاني غير المجال اللي حكيت له اياه يتذكر هذا المجال. يعني انا مثلا ممكن اهتم باسل بالبرمجه وانشغل في البرمجه وصار يشتغل في البرمجه، صعب اجي اساله بكره على الشبكات يتذكر، او اذا تذكر ممكن يجيب لي شيء حديث في الشبكات. واضح يا سيلاوي؟ فبالعكس انا بدي استفيد منكم، هل فعلا في عندي كارت شاشه بدعم فوق ال 120 بت؟ انا معلوماتي القديمه اللي قبل حوالي 4-5 سنين لحد 120 بت اكيد تطور، ولكن ما عندي شيء مؤكد الا ابحث منه. تفضل. اذا خلصنا، اذا الجي بي اي جي والجيف والبي ان جي هاي امتدادات صح؟ هلا انت اخي الكريم بدك تفهم شغله، شو هي؟ واحد بيقول لي شو الفرق بين الجي بي جي والجيف مثلا؟ مش شرط متحركة بس خليني اكمل لك. طلع معي كل امتداد من الامتدادات بأثر في حجم الصورة. يعني انا ممكن يكون عندي صورتي مثلا بالجيف مثلا 100 شو اسمه 100 ميجا 100 ميجا شو مالي 100 ميجا بت حجمها. انا بحكي عن حجم كبست. انا اروح احولها من جيف الى تف، ايه بلاقي من 100 ميجا صار قديش 20 ميجا. هذا شو بنسميه؟ ضغط الصوره زي ما انتم ضاغطيني صح. هلا انت الامتدادات هاي مش لعبه، يعني انت ما بصير تقول والله عمي انا دائما ما بحبش الصور غير بي ان جي، مش بكيفك.
هذا لانك انت تخزنها على جهازك تعرضها. اما في مواقف لازم تحولها من بي ان جي مثلا لويب بي، ويب بي تضغط لك اياها بطريقه اصغر، اصغر حجم، ولا عشان تتنقل بين الايميلات بالايميل. عمي بقول لك اسمع، هاي ثالث جزء يا شباب عشان نجمعهم. طلع معي شوف شو كاتب لك هون، بقول لك الجي بي اي جي بينفع للفوتوز الصور اللي بدك تكتبها فيها، البلوج اذا بدك تعمل مدونه على الفيسبوك او غيرها وتكون خاصه فيك وتحط صور تكون امتدادها جي بي اي جي، لانه هاي حجمها معتدل ما بتضيع فيها الدقه، او على السوشيال ميديا بشكل عام. اما الجيف بقول لك هذه بالبنرات، شايف البنر لما تعلق دعايه بتفوت بقول لك مرحبا بك في مدرسه فتح عثمان عفان او كذا، وهي معلق على السامي. سمبل شارتس رسومات توضيحيه بسيطه، باتونز ازرار اند انيميشن بيستخدموا الجيف. هلا هاي الجيف الان يا شباب التف ستورينج فوتوز ذات ويل بي اديتد اند برنت، بقول لك التف. طبعا يا شباب انت رجال بهمني تعرف الحجم، بهمني تعرف الحجم، فتدخل على اي موقع من المواقع وبتبدا تقرا ايش عن الامتدادات وعن الحجم. بقول لك دونت يوز شيرنج هاي ريزوليوشن فوتوز اون ذا ويب، البي ان جي لا تستخدمها على الويب، انك تعمل لي صفحه زي اللي اخذناها في الامتحان تحط لي صوره مثلا مدريد بي ان جي، هونغ كونغ بي ان جي، لانه بصير حجم الصفحه كبير وثقيل على التحميل. واضح؟ اقرا راح تجد في استاذ ايه؟ في عندك البي ان جي اقل، في عندك طبعا هو راح يشرح لك كل واحدة وحجمها، مثلا مين عندنا الاقوى؟ الجيف، الجيف حجمها اكبر، لكن شو مشكلتها؟ الدقه رغم انها اكبر الا انه الدقه اقل. راح نفهم هذا الكلام، لكن انت بدك تدور لي مين الاسرع ومين الاقوى، مين اكبر حجما ولا لا؟ نعم للويب، بس انت برضه مرات بدك تفهم شغله، مرات مضطر غصبا عني وعنك تستخدم صور ذات دقه اعلى. ليش يا سالي صابر؟ لانه انت احسن بدك تستخدم صوره فيها تفاصيل مهم انه الزلمه يشوفها. فعشان هيك سيد عزيز في عندنا نوعين من ضغط الصور. ناتي الان بعدين راح نيجي لوضع ضغط الصور، فهمتوا يا شباب؟ اذا الامتدادات هاي مش لعبه. مش لعبه الامتدادات. الامتدادات تشير الى نوع الضغط اللي بده يتم على الصوره حتى يقلل من مين؟ من حجمها. الان عندي وضع الالوان، بعدين راح اجي على نوع الضغط، مع انه لازم نشرح نوع الضغط، صرنا شارحينه وشارحينه، بس هو بدنا نمشي بالترتيب. احنا ناس بنمشي بايش؟ مش واحد بيكتب لي نظام وتحت وفوق واقعد اطلع ورقه صح، لا. في عندك وضع الالوان. وضع الالوان في عندي نوعين من الالوان، ركز يا استاذ الكريم يا حجاب. جرب شو نوعين؟ ار بي جي دخلنا بالحروف. احسن، بس ما قلت لنا يا سيدي العزيز شو الفرق بينهم؟ اولا خلينا نشوف شو من الالوان نظام الالوان اللي عندنا وبعدين تفهموا. شايفين هذول؟ هاي الصورة مثلا، هاي عندي نظامين الوان، واحد اسمه الار جي بي، ولاحظ نقطة التقاطع شو لونها؟ ابيض. احسنت، وعندك السي ام واي وفي النص بلاك اللي هو النقطة السوداء الكي. هذول النظامين راح اشرحهم مرة واحدة، فهمتهم ما فهمتهمش انت على راحتك، ركز معي. الار جي بي يصلح للاجهزة التي تبعث او طيب ابحث، انا بقول لك ابحث، انا مش زعلان، راح تشوف فيديوهين ثلاثة أربعة، بس صدقني ما راح تفهمهم. الار جي بي تستخدم كنظام الوان للاجهزة التي تبعث الضوء فيها لدات بتضوي. احسنت، زي مين؟ زي مين؟ الشاشات. الشاشات فيها لدات تبعث مين؟ الضوء. شاشات مش ال سي دي او الليد، وانما حتى شاشات السي ار تي ابو الصندوق. هذا عبارة عن طاقة للالكترون، عبارة عن ضوء ويسلط على شاشة فسفورية، بضرب فيه حسب طاقة الالكترون بيطلع ايش؟ غم عمق اللون. استاذ يعني ما فهمناش، بسيطة، تعال على الار جي بي اللي هو اجهزة تبع الضوء. بتجيب لوكسات، بتعرف الضوء؟ اللوكسات. جيب اللوكس الاول وحط عليه، تعرف الغلاف الشفاف تبع ماكنتوش؟ في ماكنتوش، لما تشتري ماكنتوش في غلاف الشفاف البراني احمر ازرق اخضر، حط على اللوكس كل لوكس لون، اطفي الضوء، سلط الثلاثة، راح تجد الظهر عندك بهذا الشكل. ار ريد جي بينهم تقاطع اصفر، والبي بين تقاطع ازرق فاتح مع ايش؟ مع الجي، وتقاطع ايش؟ بنفسجي تقريبا مع الار. والثلاثة كلهم بتقاطعوا بسبب تبع اللون الابيض. يا استاذ طيب وين اللون الاسود في الموضوع يا امامير؟ لا انا بحكي عن نظام الوان شاشات، ما لي دخل في سي ام واي، انا بحكي هون ار جي بي لسه. لا سؤالي اعطاني الوان ودرجاتها، الار طبعا اذا كان الاخضر زياده بده الاصفر يختلف، بده الاحمر اذا كان زياده او اخف بده يختلف لون اصفر، تجيب درجات الوان تفضل. احسنت احسنت. الشاشه الديفولت عندي لما يكون مطفي الشاشه اللي بدها شو لونها؟
اسود يا امور. فلما تقطع الكهرباء عن الليد بصير لونه ايه؟ اسود يا امور. اذا خلصنا. مين في عندنا شاشات؟ طيب اللوحات، هاي اللوحات اللي بعرضوها مطعم ابو العبد وراء لمبتين. هلا هاي تعتبر نظام ار جي بي مطعم ابو العبد وراء لمبتين؟ لا لا حبيبي، هذا عندك لدات او انشاء ضوء من ثلاث الوان رئيسيه. قلت لك ثلاث لوكسات. ثلاث مين؟ لوكسات. اللي عنده تلفزيون بصندوق ممنوع تفتحه. هلا من ورا الصندوق في عندك هاي عباره عن القمع. القمع في عندك قطعه بتفكها بتلاقي فيه ثلاث اسنان، واحد للون الاحمر، واحد للاخضر، واحد للازرق. هذا بنسميه مسدس الالكتروني. يا شباب بدي اخلص الشرح. خلصنا؟ فهذولا بكونوا الشاشات اللي فيها، يعني هذولا بينشأوا الالوان منين؟ الار جي بي. السؤال، هذا الار جي بي يستخدم في ايش؟ الاجهزه اللي بتبث ايش؟ الضوء. طيب انا طبعا انا بدي ادهن يا اخي حيطه، بدي ارسم على لوحه، انا رسام. اه بدي اطبع على ورقه، ها ما فيش الورقه فيها لذات؟ في ورقه لذات؟ ما فيش ورقه. لو احنا استخدمنا نظام الار جي بي في الورقه راح تجد انه الالوان المطبوعه ولا لها دخل في الالوان. يعني انت عيونه مثلا عيونه واحد زوج، اطبعها بالار جي بي في ورقه بتختلفت من ازرق صارت ابيض، افتح صارت خضراء صارت حمراء. طب ايش هذا يا زلمه؟ ما بزبط. اه باجي هنا للمواد المطبوعه اللي ما فيها الدات، اللي ما في انشاء ضوء الدات. بيجي عندي السي ام واي. السي صام اللي هو سماوي، الام ماجنتا اللي هو ارجواني ولا يا يلو، وتقاطعهم شو بعطي؟ بلاك. الكي الاسود. اه شو؟ طب وين الابيض؟ ما في ابيض. ليش؟ وين الابيض؟ يا زلمه ما يفهم الحال. لا عشان ما في ابيض. الابيض من الورقه يا امور، زي ما عندك الشاشه بالار جي بي الاصل بلاك، وانت بتبث الضوء بتلون. اه اذا بلاك هو الاصل، الشاشه مطفيه، شو لون الذات؟ بلاك صح. اما هون الاصل بدك تطبع على ورقه، شو بده يكون لونها؟ طيب اذا هون قال لك اذا بدك تطبع على ورقه بيضاء طباعه بدون ما تبث الضوء تستخدم نظام السي ام واي. عشان هيك يا حلو امور عنده طابعه كلر، بيجي بتشتري الطابعه كلر بكون حاطط لك ثلاث نظام زي هيك، بقول لك سي ام واي، ما بقول لك ار جي بي، لانه الوان الحبر اللي بدها تنطبع على الورقه سامعني بدها تكون بنظام الالوان سي ام واي حتى تظهر لك بعد انعكاس الضوء. انت الان ما بتطلعش على شاشه يا حلو، الشاشه بتبث ايش؟ ضوء الليدات. اما انت بتطلع على الحيطه، انت بتطلع على الرسم اللي راسمها الولد. احسنت، فهي بتتاثر بانعكاس الضوء، بمعنى اللون هذا اللي انا شايفه طافي الضوء صح؟ لو ضويت الضوء عليه بيختلف درجه اللون. واضح؟ وصلت؟ تفضل. لون الار جي بي هو اصلا بيجي الضوء منه معكوس. احسنت. ما بتقدر تشوف شيء لينعكس الضوء منه على لازم يدخل الضوء. ونعم. فاستاذ السي ام واي اصلا ممكن تحكي عادي اي لون ما عندنا. نعم. ما بتقدر تشوف الليط عليه ضوء ينعكس. احسنت. انت هون بالطباعه بنعكس الضوء باثر الضوء على درجه اللون، فانا زلمه لو حطيت يا امور الخلفيه غير بيضاء بطبع رسمه بالسي واي ام، وواحد حطيت الخلفيه بدل الورقه لونها ايش؟ ابيض خليتها برتقالي، شو بصير في الالوان؟ بتغير ولا لا؟ بتختلف، لان انعكاس الضوء على هاي الورقه وانت ادراكك لها بيختلف، بتصير مشوه. عرفت؟ عرفت وين راح اللون الابيض؟ لانه بعتبر انك تطبع على ورقه بيضاء، غير ورقه بيضاء راح يتاثر بالضوء، راح يتاثر بالالوان نفسها، الصوره راح تتشوه لو كانت الخلفيه سو دا. يعني لو واحد جاب لي ورقه سوداء وطابع لي فيها صوته بشوف ايش صوته؟ مع انه استخدم الاحذر الصح والالوان الصح لكنها لا تطبع. نعم. مشروع اللي ممكن تركب لي سياره وتقول له ادهن لي اياها بنظام الار جي بي، يضحك عليك الزلمه. بقول لك حبيبي ادهان رسم، ادهان حيطه، ادهان طباعه ورقه، كلها نظام ايش؟ شو النظام؟ سي صايم يعني سماوي، ام ماجنتا، وواي متعلقه بموضوعنا. نعم نعم يا شباب، السي واي ام هو نظام للطباعه للادهان للرسم، وهذا النظام يتاثر بالخلفيه. عشان يقلك الخلفيه حتى تطلع الالوان صحيحه لازم تكون خلفيه شلونها؟ شو لازم؟ بيضاء بيضاء. يا استاذ كريم لما يجي مدرس. طيب الان خلصنا من نظام الالوان، ونظام الالوان اذا احنا على بنشتغل على ايش هسه؟ انت بتشتغل على ايش في الفوتوشوب؟ اي نظام؟ احسنت. طبعا هذا الار جي بي لما بدك تصمم صوره تنتشر في السوشيال ميديا في المنتجات الرقميه على الشاشات، اما لما بدك تطبع لي اياها يا امو بدك تحولها لنظام ايش؟ سي واي ام كي. فهمت؟ اما تحط لي ار جي بي وحطيت الوان ار جي بي بعدين بدك تطبع لي اياها على البانر بالسي واي ام راح شو يسوي لك؟
راح تتراوح الالوان. عشان هيك الفوتوشوب بيساعدك لما انت تختار التمبلت القالب في قالب وتقول انا بدي امسك حبانه، هو لحاله بحول لك نظام الالوان لمين؟ لسي واي ام كي، عشان ما تروح تخبص الدنيا. سمعت ابو فراش؟ بدي اخلص. الضغط. الان حكينا عن انه الامتدادات هي اصلا عباره عن اليات لضغط الصوره، والصوره لازم تضغط لانه لو خليتها بيت ماب زي ما هي حجمها راح يكون هيوج. في نوعين من الضغط يا شباب، يا اما ضغط مع فقدان البيانات، يا اما ضغط بدون فقدان البيانات. زي ايش عندي ضغط بدون فقدان البيانات؟ اليوم الوارد لما تضغط ملف الوورد وتروح تسترجعه، هل راح يفقد كلمات احرف؟ هل راح يفقد مثلا نص سطر؟ لا، هذا بنسميه ضغط بدون فقدان. هاي رسائل دكتوراه ماجستير على ضغط البيانات. هاي الآلية انا اخترعتها او هاي اوجدتها، هاي احسن عليها، هاي سووا عليها كذا. عشان ايش؟ لانه يهمني لما اضغط ايش؟ اقلل الحجم ولكن احافظ على مين؟ على الجودة. وخصيصا في موضوع مين؟ الصور. انه الصور حبيبي شو استفدت من الضغط وتروح جودة الصورة؟ احسنت. الالوان ما. فانا بستبعد دائما في الصور حكاية الضغط ايش؟ بدون فقدان، لانه عندك 50 جيجا مثلا او صورة اسف 50 ميجا اضغطها بدون فقدان بالوين رار ليش تنقص؟ ليش تنقص اليوم؟ انا بقول لك حجمها 50 ميجا، لو بدك تضغطها بالوين رار حسب طبيعة الصورة طبعا، حسب طبيعة البيانات اللي هي الاحداثيات وعمق اللون بالضبط. احسنت، ما بضغط كثير. هذول ال 4 5 ميجا ما بتفيدني لما يكون حجم الصورة كبير 200 300 400 ميجا الصورة الواحدة. تخيل في سايت عندك صفحة، صفحة مش سايت، صفحة فيها حوالي كم صورة؟ 12 صورة، كل واحدة حجمها مثلا خلينا نقول 250 300 ميجا، بصير الصفحة كبيرة. احسنت. فلو طلبها مثلا 5 6000 واحد في العالم او مستوى العالم، فاتوا على الموقع راح يعمل السيرفر داون. لا بتحطها عادي على السيرفر، بس بصير تطلبها بنزل لك اياها. هذا 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 ما يكثر الناس وحجمها كبير، بصير تتحمل عندك ببطء، تتحمل عندك ببطء، وانا ما بقدرش الحق على ايش؟ على الطلبات. لان حجمها كبير. نرجع لموضوعنا. فالضغط بدون فقدان بيانات اخذنا مثال عنه الوين رار للوورد. طيب انا في عندي الان الضغط مع فقدان البيانات. الوسيله الانجع يعني الوسيله اللي بتجيب نتيجه بالصور هي الفقد مع مين؟ الضغط مع مين؟ مع فقدان البيانات. الجي بي جي هي وسيله ضغط، الجيف هي وسيله ضغط، لازم تنضغط. حلو الكلام؟ ما بقدر اخذها بتماب زي ما هي. نرجع لموضوعنا. الضغط مع فقدان البيانات هي عباره عن خوارزميه لازاله ما يعتبره بيانات غير ضروريه. وهذا حكي غير صحيح. هو ما بيزل لك بيانات غير ضروريه، هو بيزل لك بيانات يظن انها مضطر يزيلها لانه تعتبر تفاصيل ادق هو قد لا يحتاج اليها. انا مش مساله ضروريه، كل شيء ضروري طالما صور ضروري. اما هو حسب اعتقاد الخوارزميه كيف؟ يعني ارسل لك صور، طلع معي خلينا نشوف صور. من الصور طلع معي كيف بالضبط؟ هاي فتحت هاي الصورة، شايفين هاي الصورة؟ هاي الصورة يا شباب صورة شجرة مع ايش؟ منظر طبيعي. طلع تدرج الالوان الازرق. هلا في عندك السماء هون ايش غامقة؟ افتح 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 افتح. هو بيجي لما يضغط احدى وسائل الضغط بقول لك هذا البكسل، كل بكسل له عمق مين؟ عمق لون. وله احداثيات. شو بيسوي؟ بقول لك يا زلمة خلص مشيها، شو مشي لك؟ بقول لك خلص ادمج كل اثنين بكسل بكسل ايش؟ واحدة، وخذهم عمق لون واحد. طب شوه الصورة ولا مشوهاش؟ شوه الصورة. هاي بكسل لون ازرق، هاي افتح منه بنقطة بشعرة. فهو قال لك لا يا عم خليهم اثنين واحد، ولا كل اربع بكسل واحد، احداثياتهم واحدة، ولا عمق اللون واحد. هلا هذا لما انا اضغطه وارسله للطرف الثاني يفتحها ما بقدر يستنتج شو كان لما يجي يفكك البكسل، بقدرش يستنتج شو كانت ايش الوانهم. هيك فقدت الوانهم ولا ما فقدت؟ هذا اسمه الضغط مع فقدان البيانات. فهمتوا؟ يعني ضغط الصوره ضيع جزء من البيانات. هلا هو يفتح الصوره، والله شايف، بس لما تعمل زوم ببين اكثر انه ضاعت البيانات بشكل كبير. تفضل. احنا كل اللي بنحكي نقطي ولا جبنا المتجه، احنا ما بنضغطش ولا في داعي للضغط لانه اصلا هذا مهما كان ضغط وصغرت حكيناها ونهيناها المتجه. احنا نحكي عن الصوره النقطيه. فهمت شو معنى فقدان ضغط؟ خلصنا. ناتي الان الى احسنت. هلا راح تفقد الالوان وتفقد الدقه بالضغط. ممكن تفقد الالوان، يعني مثلا من ايضا وسائل الضغط يا صادق اني انا بيجي بقول لك هذه الصوره متخذه بنظام الوان 24 بت. سمعت؟ نظام الالوان 2 قوه 24، احسب قديش بيطلع الرقم. هذا عدد الالوان. بقول لك انا بدي اضغطها ومش شرط يا اخي هالالوان تيجي ايش؟ بالضبط. لا بدي اضيع مش مشكله، فبيجي بخلي لك اياها بدل 24 بت عمق الالوان بخليها كم بت؟ 16 بت، ما فيش عندي 12. يا 8 يا 16 يا 32 يا 24 يا 32 يا المضاعفات ايش؟ 8. واضح؟ طب شو سوى هنا؟ انا اخذ
هلا ما فيش هذا درجه البني، بقول لك قربها، ما انت قللت هلا ايش عدد الالوان عمق الالوان، فبدي اقربها الان لاحدى درجات البني اللي اصلا ما كانت هي ماخوذه عليه موجوده عليه، فاما بتخمق لك الصوره او تفتح لك جوده الالوان ضاعت لما ضغطناها. يعني لما تضغط بالجف الجف بضيع من الالوان، احسن بضيع من جوده الصور الالوان والريزولوشن. خلصنا خلصنا ممتاز. هلا نيجي للكمل، خلصنا من الضغط. اذا يستخدم الضغط مع فقدان بيانات خوارزمية اذا ما اعتبره بيانات غير ضروريه مثل البيانات الوصفيه او عن طريق جمع بين الوان متشابهه. بقول لك يا عمي هذا اسود، طب هذا اسود جنبها بكسل اسود بس مش نفس درجه الاسود اللي بقول لك يا عمي خلاص خليهم الاثنين واحد وقول لهم نفس عمق الالوان. طيب اذا هذا يا سيد عزيز يوفر هذا معدلات ضغط ممتازه اللي فيها فقدان فعلا الصوره بتكون 500 ميجا ممكن توصل حجمها ل 80 ميجا بضغط ايش 700%. ولكن طبعا كل شيء احنا بنحسب شيء ولا شيء بتفك الضغط بترجع بس ما ترجع بالجوده لانه خلص لما ضغطها استغنى عن معلومات وبيانات ما بقدر هو يتنبأ اللي استقبل ما بقدر يتنبأ شو كانت بالاول الصور. فهمتني؟ هذا لما يجي مثلا شغلات ما فيها دقه زي ايش؟ زي ايش شغلات؟ زي شهاده واحد طابع لي شهاده التوجيه عملها على السكان صح؟ هلا اي حجم هلا باخذها على السكان السكان تبع ريزولوشن طبعا عالي السكان طبعا طبعا من الاشياء اللي بتتم ريزولوشن تمام زي الكاميرا السكان هو الكاميرا وانت بدي ابعتها لواحد قال له والله عم مش راضي يبعت ليش حجم شهاده التوجيه عندك 200 ميجا بقول له والله ما بقدر بقول لك اضغطها حولها حولها اذا كانت الى جف بحولها لجف بتصير ناقصه قديش حوالي فوق ايش فوق ال 200% بضغطها بدل 500 ميجا صار حجمها 200 ميجا او بستخدم اسلوب ثاني للضغط بخليها 50 ميجا فليش ما بهمنيش لانه بناخذ هاي من صوره شخص هاي صوره شهاده يعني بطلع لي خط اسود ولكن اللون الاخضر ممكن يفتح لي اياه يغمق لي اياه اذا كانت على خلفيه خضراء ما راح تفرق كثير اما صور فوتوغرافيه انت وصاحبك تفاصيل قاعدين على طبيعه ما بظبط عشان هيك المواقع بتبيع مين كل هلا ليش بقول لك بيرسون دير بالك لك الكل منين جبت الصوره لانها بفلوس ابوك ملكيه هاي مصور لك اياها زلمه مصور طلع على الجبل قطع مسافه حوالي 20 كيلو عشان يطلع راس الجبل عشان يصور لك الشمس بدقه عاليه كاميرا 4K عشان تيجي حضرتك انت تيجي تشتري في الموقع تدفع 50 دولار في السنه وتنزل الصور اللي بدك اياها بس بتفرق معك هي مين في السايت تبعك صحيح بدفع 50 دولار في السنه بس الصور اللي باخذها بغير دقتها لانه ما بتزبطش طبعا بكون دقتها عاليه عاليه 4K اخذها مني على السايت فبدي اغير فيها. هل تعلم تم اختراع اول كاميرا رقميه نموذجيه عام 1975 رقميه بتصور رقمي احنا متى اجتنا الكاميرات الرقميه بال2000 كم يعني انتشرت عندنا الكاميرات الرقميه بتوقع في بدايه الالفينات يعني بعد كم سنه 25 سنه وهم بيصنعوا فيها وكانت شركه رائده في انتاج الافلام كان اسمها كونيكا مقرها اليابان وبعدين حولت اسمها لايش لكوداك كوداك هي كانت الشركة الأم الأولى في تصنيع الأفلام تعرف الأفلام الشرايط أيوة أفلام التحميض فهي اللي صنعت الرقمية وللأسف الشديد مين الآن أكثر كاميرا رقمية مشهورة سوني أكثر من كوداك مع أنه كوداك كانت هي الرائدة دائما فكر مليا في تجاربك في مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت على سبيل المثال على خدمة البث أو وسائل التواصل الاجتماعي هل لاحظت أن في بعض الأحيان لا يمكن تكبير حجم الفيديو ليش يا شباب ما بقدر اكبر حجم الفيديو؟ ليش منعني اكبر حجم الفيديو؟ احسنت بكون مضغوط اذا زدته على طول شو بيصير في الفيديو؟ بتشوه بكسل دون اسمح ضبابي او ان الجوده تتغير اثناء التسجيل او ان التحميل يستغرق فتره طويله بتقول يا عمي هالفيديو كبير يا عمي هالصوره جيت اعملها داونلود قاعد حوالي 15 دقيقه ولسه بحمل احسنت او انه على الرغم من جوده الصوره الجيده للغايه الا ان الصوت يكون هادئا جدا كيف اثرت هذه الاشياء على استمتاعك بالفيديو واستخدامه؟ طبعا الصوت هل يضغط؟ نعم يضغط في عندنا الويف لكن احنا ما بنعطيه ويف بصير حجمه كبير فبنعطيه نظره ام بي 4 ام بي 3 هذا ضغط مين؟ الصوت يمكن ان تحدث كل هذه الاشياء بسبب نوع الضغط المستخدم قد يحتاج الى التفكير في بعض او كل هذه الاشياء عند قد تحتاج الى التفكير في بعض او كل هذه الاشياء عند تصميم وانشاء رسومات ورسوم متحركه دائما لما تنشئ رسومات ورسوم متحركه دائما العبء اللي عليك والقيود الشيء اللي بقيدك شو يا صابر؟ الحجم دائما الحجم هو اللي بقيدك في انك تنشئ رسوم متحركه بجوده عاليه لأن الحجم هذا بيكون ثقيل على مين؟ على جهاز الآخرين. الحجم ومواصفات الجهاز. أحسنت بس هي الحجم من أهمها، هو لما يكون حجم الملف كبير هذا ضغط على الرامات وضغط على مين؟ على المعالج. لما يكون حجمه صغير لا مرتاح. أحجام الملفات يشيل حجم الملف إلى مقدار الذاكرة أو التخزين الذي يشغله الملف على جهاز الحاسوب. يعني لما تقول لي أنت حجمه 50 ميجا، وين 50 ميجا عشان تفتح الصورة بتروح؟ على الرام. على الرام، أنت ممنوع تفتح أي شيء أو تنفذ أي شيء من قبل المعالج إلا لما يروح لمين؟ للرام، فهذا بيصير 50 ميجا. طب لو كان حجم فيديو لو كان عندك فيديو مقطع فيديو أو فيلم حجمه 4 جيجا وراماتك يا مسكين كلها كم؟ 4 جيجا ولسه في ويندوز ولسه في ويندوز فبصير يستخدم الفيرتشوال ميموري اللي حكاها عنها مره باسل
الذاكره الوهميه اللي هي جزء من الهارد ديسك بتصير يعني عمليه سواب اللي بتبطئ بتصير يقطع الفيلمات عشان شغلك ولا تخلص تكتب شو بتسوي ارفع الرامات ارفع الرام بدل ما هي 8 جيجا او 4 جيجا بتخليها 16 فبصير يستوعب الفيلم كامل فبصير بدون تقطيع نعم اذا الحجم عرفناه يتعين عليك التفكير او تعين عليك التفكير في حجم الملف بعنايه لازم تركز الصوره كبيره معلومات اكثر وبالتالي الصوره صغيره معلومات اقل وهذا بياثر على مين على جوده الصوره عادي عادي لو احنا نتحمل الرسومات نعم اليوم عشان انا شباب فاذا خلصنا الان تعال هون عندك في برنامج زي هذا البرنامج وقال مشابه بقول لك تاثير خصائص الصور شو خصائص الصور يوضح هذا المثال كيف يؤثر تاثير خصائص الصور على جودتها وسهوله استخدامها الصور الاصليه هاي شايفينها هاي كم بكسل كم عدد البكسل هالصوره طبق اعطيك هو سايز ان بكسلز يعني 3000 في 4000 تقريبا يعني بيطلع لك 12 مليون بكسل تقريبا البراند سايز حجم الطباعه هذول 12 مليون بكسل اللي 2000 كم بالسنتيمتر بعطيك قديش بعطيك قديش 787 ضرب 1049 يعني هذول مليمتر المليمتر للسنتيمتر كم كم تحويل طبعا انتم شباب ما شاء الله عنكم السنتيمتر كم ملي 10 يعني هون قديش كم سنتي هذا مليمتر حول من مليمتر لسنتي قسم على 10 بيطلع 78 سنتيمتر مضروب في 104 نعم 104 سنتيمتر ماشي الريزوليوشن للانش الواحد كل انش هذا السايز البكسلز كامل الصوره كامل الصوره طولها وعرضها اما اذا بدك الانش 96 في 96 بي بي اي يعني بكسل لكل انش الانش المربع هو 2.5 سنتي في 2.5 سنتي واضح؟ انا مش فاهم معكم والله يا اخي انا قاعد بحكي رياضيات اذا انت بلا مؤاخذه ضعيف الرياضيات والله قاعد بحكي الابعاد انا يا شباب هلا الكالر سبيس شو نظام الالوان؟ ار جي بي والبريسيجن اللي هي الدقه كم؟ 8 بت يعني الوانها باهته جدا النيم فايل اسمه والفايل سايز 3.4 بال 10 ميجا والجي بي اي جي ايمج طبعا انت لاحظ هون انه بدي اضغط لك اياها بالجي بي اي جي وهذا راح يقلل من حجم الصور طيب الان عندي هنا استخدام اداه القياس لتقليل دقه الصوره وحجمها راح يجينا بالفوتوشوب هذا برنامج شو اسمه؟ دور عليه بالنت راح تجده مجانا جي اي ام بي جي اي ام بي انا شفته اظن مجانا بتقدر تنزله مجانا وهو بالفوتوشوب راح نجيه بالله بس ما اعتقد انه ميزاته زي الفوتوشوب ما تنساش انه انت بيرسون تعطيك البرامج المجانيه تقدر الاشياء المجانيه ما هو احنا قاعدين نشرح شويه بس عشان تفهم هلا انت صار عندك فهم للايمج سايز بالويد والهاي والريزوليوشن والبكسل في الانش فهمت؟ يا عمي خلينا نكمل فهمتوا؟ هلا هذا الويد بالبكسل صح؟ في اكس على بكسل يعني 686 في 1155 الويد في الهاي صح؟ طيب الانش الواحد كم بكسل فيه؟ 30 يا عمي ما تقسم مش في شيء تقسم انت بدك تقسم يكون عندك حجم الصوره كم سنتي؟ انت اعطاك كم سنتي في كم سنتي عشان تعرف كم انش ما اعطاني مجهول هذا بس اعطاني هون قال لي كل انش بغض النظر كم انش هاي الصوره كم انش هذا الصوره كل انش هو 30 في 30 بكسل على الانش المربع على الانش الواحد واضح 30 في 30 يعني كم يعني 900 بكسل في الانش والصوره كامله الويد تبعها 866 في 1155 هاي حسابات ضروريه هاي الصوره كامله هاي كامل الصوره عرض وطول اما بالانش الواحد عندك هاي 96 في 96 لو اجيت قسمت هذول اضربهم هذول قسمهم على 96 في 96 بيطلع لك كم انش في الشاشه فهمتوا شيء؟ يا عمي لو قلت لك هاي الصوره كم انش؟ كيف بتطلعها؟ تضرب السايز تبعها كامل للصوره اللي 787 في 1024 على فرض انه مش عاطيني هون انا ماشي على ريزوليوشن مش ماشي اسف مش عاطيني البريم سايز عاطيني بس السايز ان بكسلز وبيطلب مني بس قال لي كم انش للصوره فبضرب 2976 ضرب 3968 بقسمهم على البنش الواحد 96 في 96 بيطلع لي عدد الانشات اللي تتكون منها الصوره فهمت شيء؟ لا هلا انت بتصير تتعامل بحيث انه انا لو اعطاني الريزولوشن للانش واعطاني عدد الانش بقدر استنتج مين؟ السايز اندكسز هذا اللي اعطاني عدد الانشز المكون من الصور عندك ثلاث اشياء في عندك حجم الصوره بالمليمتر والسنتيمتر كربون وعندي حجم الصوره بالبكسلز كامله وفي عندي الريزولوشن في الانش كل واحد بتنفذ على الثاني قلت لك هاي الصوره كم انش تقدر تستنتجها من خلال ضرب حجم الصوره اللي هي بالبكسل تضرب الطول والارتفاع بالعرض وتقسمها على الارتفاع والعرض اللي هي الريزوليوشن من انش بيطلع لك عدد الانشات كم عدد انش للصوره هذه بيطلع تستنتج اللي هي المليمتر والسنتيمتر هون اعطيك الثلاثه مع بعض مش مجهول لكن انت استطعت تستنتج المجهول
طيب انا بدي اعرف انا اعطاني هلا هذه واعطاني هذه، بدي اعرف قديش الدقه بسيطه. اذا اعطاني هذه للانش الواحد وهذه طول والعرض تبع المليمتر، بقسم على حول من المليمتر لانش، بطلع عندي عدد، بضرب هذا العدد في الدقه للانش الواحد، بطلع عندي اللي هو 2976 في 3960. هاي الرياضيات، وانت مش شاطر في الرياضيات فانسى الموضوع، ننتقل على اللي بعده. خطوه 3، حط الصوره وتصيرها في صوره، في صورة تنسيق ملف قابل للاستخدام. انت الان بعد ما لعبت الصورة وغيرت وضفت وعدلت وسويت، لازم يكون لها امتداد قابل للاستخدام. زي ايش؟ ايوه جي بي جي، زي هاي جي بي جي، زي جي بي اي جي، زي عندك الجيف، زي 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 هذه الصور القابلة للاستخدام والعرض من قبل البراوزرات، من قبل مين؟ اجهزة الكمبيوتر وخلال انظمة التسجيل. واحد قال لي والله انا سلامة وبفتخر وبعتز بنفسي. طيب يا سلامة يا استاذ خوفي، بقول لك اسيفها باسم سلامة ضد سلامة. يعني امتداد اسمه سلامة، هل بفتح سلامة امتداد سلامة؟ لا، بفتح على الويندوز ولا بفتح على البراوزر ولا بفتح على كذا. طيب فهذا المقصود في تصير في تنسيق، لانه التنسيق يدل عليه الامتداد. هذا بقول لك الصورة منسقة بالجي بي جي. الجي بي جي معناته ايش؟ هذا تنسيقها مضبوطة، الدقة تبعتها تمثل بالاحداثيات بالاول بعدين عرض اللون وكذا، كل واحدة تختلف عن الثانية. مقارنة خصائص الصورتين. لاحظ كيف أدت الأبعاد والدقة المنخفضة أيضا إلى جعل حجم الملف أصغر بشكل ملحوظ. اطلع علي على هذول الصورتين. هذه صورة استاتو أو استاتو. يعني والعياذ بالله صنم. وعندك هون ايمج بغض النظر، هاي صورة صنم ولا قصة فلسفة ولا معمل ديني، ما يشوفه معلم ديني ولا. طيب هون عندك، شايف هون؟ هاي عندك الصنم. طلع عندك هاي الصور. هاي قبل بعد، هيك بس أفهمك. طلع على هاي الصورة، تعال ابدأ هون بالحجم. الحجم الفايل 3 ميجا ونص تقريبا، هون حجمها 408 كيلو. الحجم الكيلو قديش؟ الميجا قديش؟ 1024 كيلو بالحجم، مش السرعة، بالحجم. فتخيل الفرق، يعني هذه الصورة تقريبا سبع أضعاف من هذه الصورة. سبع أضعاف حجم. هاي جي بي إي جي نفس النسق نفس التنسيق، وهاي جي بي إي جي. هاي يا سيد عزيز اطلع شوف البكسل تبعتها 2900، هون قديش؟ 866 في 1154، هون 3000 في 4000 تقريبا. الدقة عالية. حجم الصورة هنا تقريبا تقريبا اثنين متقاربات، يعني هنا تقريبا 78 سنتي في 104، وهنا تقريبا 73 سنتي في 97 تقريبا. الريزوليوشن هنا 96 للانش الواحد، يعني لو اخذنا انش مربع واحد طوله انش 2 سنتي ونص في 2 سنتي ونص، البكسلز المكون لهذا الانش 96 في 96، بينما هنا 30 في 30، يعني تقريبا الثلث. هاي الثلث اللي على اليمين، بينما هنا ثلاث اضعاف. هنا نظام الالوان واحد، هو نفسه ار جي بي. هذا راح يطبع ولا راح يعرض على الشاشة؟ راح يعرض على الشاشة. أحسن. وهنا نظام الألوان. طلع كيف عندك هنا الصورة. مقارنة الصورتين سترى أن جودة الصورة الجديدة تكون أقل بكثير عن تكبيرها. لاحظ لما عملنا زوم على طول ضيعت الجودة اللي حجمها، اللي حجمها بالكيلو على طول ضاعت على اليسار. بينما هنا اللي حجمها كبير هي 3.14 ميجا اللي هي على اليمين، الصورة عملنا زوم تحملت إيش؟ تحملت اللي هو ضياع أو بيكسلايزيشن وقاومته. ناتي إلى النشاط، اكتشف تأثير الخصائص استخدام برنامج تحليل رسوم لاستكشاف تأثير تغيير خصائص مختلفة بالنسبة للرسومات المستندة إلى خطوط المسح. بدوش الآن النقاط، يجب أن تفكر في كيف تأثير التغييرات على ما يلي. اطلع علي. نعم نعم، أعطيك اللبنة وأسر لك. أه جاي بعطيك إياها لبنة عشان تيجي تقول لي يا مسكين يا أستاذ راح ترجع تعيد لما تفوت على الفوتوشوب كل هذا، ولا راح آخذ ثواني ولا ثواني، راح أقول لك تك 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 وانتهى. أنت لحالك بدك تراجع الفيديو وتتعلم. يا شباب والله هذا اللي عندي، هذا مش مشكلتي، انا خلصت اللي عندي، انا قاعد ماشي بموضوع. والله بتحدى اذا في مدرس ثاني بدون اوقات التحميل، لانه انت زلمه الان تتحدث عن الحجم، والحجم هذا كم تقعد كم ثانيه حتى تحمل الصوره؟ طبعا كل ما كان حجم الصوره ادق واعلى كل ما كان ايش؟ تاخذ وقت اكبر في التحميل. واضح؟ وسلامتكم يا شباب.